الحمام كان حلو قوي يا بنات. أنا أكلت كتير قوي. الحمد لله. تسلم إيدك يا فاطمة. أنا فاروق لما قال لي إنك عزمانة على عشاء بخصوص الورث، الفرحة ما كانتش سيعاني. قلت أيوة بقى، كل واحد ياخد حقه ونبقى كلنا فرحانين. الورث ده أبوكي تعب قوي عشان يعمله، فأنا عمره عشان يبني اسم الأصلي، وقبل ما يموت وصاني إن مفيش ولا يافطة تنزل ولا محل يتباع، وأنا قررت أنفذ وصية أبويا حتى لو لحد آخر يوم في عمري، وتجارة الأصلي هتفضل تحت إدارتي. يعني بمعنى أوضح مالكوش ورثة عندي. يعني إيه؟ أنت عايزة تتحكمي فينا وفي ورثة أبونا؟ ورثة أبوكي اللي عايزة تضيعيه؟ أحرق أولع فيه، أنا حرة أعمل فيه ما بدالي. يا جماعة استهدوا بالله بقى، إحنا مش كل ما هنتكلم هنتخانق. وأنت يا فاطمة، الكلام برضو اللي أنت بتقوليه ده يعني ما يدخلش عقل. أنت مين إداكي الحق إنك تبقي وصية علينا؟ وتنفذي الوصية بمزاجك؟ بحق إن اسم الأصلي ده أمانة. لو على اسم أبونا فإحنا ممكن نكبره بس بطريقتنا يا فاطمة. ما أنا مسمية الصيدلية بتاعتي الأصلي، وأما أفتح فروع تانية إن شاء الله هسميها الأصلي. وعندك فريدة أهي، مكتب المحاماة بتاعها اسمه الأصلي. يعني كلنا بنكبر اسمه. وبعدين إحنا لو بعنا نصيبنا في التجارة دي عشان ما بنفهمش فيها، فأنتي مكملة فيها. يعني اسم أبونا ما راحش ولا ضاع. الله ينور عليك يا فريال. يعني كل واحد فينا بيكبر اسم أبوه بس بطريقته. وأنتوا ساكتين ليه؟ طبعًا. ما تلاقيكم متفقين ومولسين معاه على كل حاجة. لا والله أنا ما أعرفش حاجة خالص عن الكلام ده. خلي كلامك معايا. مالكيش دعوة بالبنات. عايزين ورث أبوكم؟ تعالوا اشتغلوا معايا وكبروه. لأن غير كده مفيش تجارة هتتفض. ولا ورث هيتقسم. اللي أنت بتقوليه ده مش قانون يا فاطمة. خلاص يا فريدة. خلص الكلام. بيننا وبينك المحاكم يا فاطمة. وأنت اللي اخترتي. هو ايه ده؟ انا هروح لها الفيلا وهجيب عليها وطير. اقعد يا ابراهيم، ده مش وقت عصبيه ونرفزه. يعني ايه؟ هنسيبها تاكل حقنا؟ الجرأه والقوه اللي كانت بتتكلم بيهم فاطمه مخوفاني ومحسساني انها مسنوده على حاجه. قصدك يا فايزه؟ فاطمه ما كانتش بتخلي حد فينا يقرب من ابويا الله يرحمه. مش بعيد تكون اتفقت هي واشرف العوضي وخليته يكتب لها كل حاجة باسمها؟ يعملها طبعا. ما كانت قالت كده من الأول؟ ساعتها ما كانش حد هيبقى ليه عندها حاجة. فاطمة مش مجنونة علشان تقف قصادنا وهي مش مالية ايديها. ماشي يا بنت أبويا. اخوات بيقطعوا بعضهم عشان الورث. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل يوم بيزيد يقيني كنت لازم أبعد عن الناس وأبقى لوحدي. استنى، أنت رايح فين؟ يعني أنت عايزنا نسكت على ظلم الدنيا ونسيب اللي يسرق يسرق، وعايز تمشي وتسيبنا؟ خليك معانا مرة واحدة بقى، حسسنا إنك لسه في ظهرنا وسندنا. شفتي؟ كلامي طلع صح اهو. فاطمة أخذت فلوسك أنت وأخواتك. وأنت إيه حكايتك؟ كل شوية برأي ليه؟ الأول كنت ضدها، ورجعت بعد كده قلت اتسرعت في الحكم عليها، ودلوقتي جاي تقلب عليها تاني وتقول قلت لك هتسرق، هو في إيه؟ هي دي مشكلتك؟ إن أنا غيرت رأيي؟ ما تتكلمي في المهم. أختك أخذت فلوسك أنت وأخواتك. اسمها فريدة.
مفيش حد هيجيب حق اخواتي غيرك. لو فاطمه ما رجعتش الفلوس فزي ما هي اختارت، مفيش قدامكم غير المحاكم. انا عايز افهم يعني احنا ليه حسبه تانيه وليه لحد دلوقتي فاطمه اتجاهلتنا وما اتكلمتش معانا في ورسنا. انا حاسه ان هي مخرجانا بره الحسبه اصلا. انا لازم احكي كل حاجه لبابا. بلاش نعمل مشاكل يا امينه، تعالي نتكلم مع فاطمه الاول بالعقل وهي اكيد هتفهمنا. خرجوا نفسكم انتوا بره الحسبه دي. مش فاهم اللي بتقولي كده. عشان انتوا بالذات فاطمه عمرها ما هتظلمكم ولا هتيجي على حقكم. انتوا ولاد فاديه الله يرحمها، اقرب واحده ليها، كانت موصيه عليكم، ده غير انها هي اللي ربيتكم. انتوا بالنسبه لها بناتها مش بنات اختها. وهي اللي بتعملوا معاكم ده عادي يعني؟ لا مش عادي. فاطمه غلطت اكبر غلطه في حياتها وهي فاكره نفسها انها بترضي بابا. فاطمه ما حبتش حد في الدنيا قد بابا. اللي بيقوله مش مجرد كلام، ده طريق بتمشي عليه وما ينفعش تخرج عنه. انا حاسه باللي هي فيه دلوقتي. هي خدت قرار وعارفه ان مستحيل ترجع فيه، بس خايفه من النتيجه. بس انا خايفه يا بابا، خايفه لاخواتي يعادوني. وانا عمري ما اتمنى ان ولادي يعادوا بعض، بس انت عارفه كل واحد ماشي بمزاجه. عندك فاروق، فاروق كان الحيل لو قعدت ادلعه بزياده ولما كبر مبقاش يتحمل مسؤوليه. وفايزه اختك الدهب في ايديها بيتحول لتراب. اما فريده وفريال فدول مالهمش دعوه بحاجه، ما بيفهموش في الشغل ولا عايزين يفهموا. بس انت غير يا فاطمه. قصدك ايه يا حاج؟ قصدي ان انت مش الكبيره لكن عقلك يوزن بلد. عشان كده اعتمدت على الله وعليكي. خلي بالك يا فاطمه من اخواتك، وخلي بالك من تجاره الاصل. طب ولو جم وقالوا يبيعوا؟ اوعي تبيعي مهما كان الثمن. حافظي على الورث وحافظي على اخواتك. اللي عملتيه ما فاجئنيش يا فاطمه، مع انك ما قلتليش انت كنت ناوي على ايه، بس انا قاري دماغك. عارف ان حبك للحاج سيد الله يرحمه كان كبير قوي، وانك بتحاولي تنفذي كل كلمه قالك عليها، بس ده مدخلك في سكه مش حلوه مع اخواتك. الله اعلم ايه نهايتها. اللي عايز اقوله لك اني دايما في ظهرك وعمري ما هسيبك. انا اخسر اي حاجه في الدنيا الا انت يا فاطمه.